أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين حققت العديد من المنجزات والنجاحات بسواعد أبنائها المخلصين في مختلف القطاعات الذين أثبتوا على مر التاريخ أن إسهاماتهم الوطنية حافز لأجيال الحاضر والمستقبل لتقديم المزيد من أجل الوطن. نعم، جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور ياسر بن عيسى الناصر المنسق في مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث نوه سموه بما قدمه الدكتور من جهود مقدرة خلال فترة عمله، متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق. من جانبه أعرب الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير مختلف مسارات العمل من خلال الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية.